كنشكروا موقع إفادة وكنشكروا سيدنا على الالتفاتة المولوية للقطاع الرياضة، النهوض بقطاع الرياضة. إفادة، الخبر بالمختصر المفيد. وكنشكروا السيد فوزي القجع اللي سهر على تطوير الرياضة والنهوض بها إلى العالمية. والأطر المغربية كنشيدوا بالسيد الركراكي، وليد الركراكي، اللي ضخ دماء مغربية اللي وصلت الكرة المغربية للعالمية. لأن ما كان كينقصنا حتى شي حاجة، النقص الوحيد اللي كان خصنا هي ديك الدماء المغربية اللي توصلنا للعالمية. والحمد لله الدراري كلهم كانوا في المستوى، والطلب ديال الشعب إن شاء الله هو كأس إفريقيا، لأن اللي ما بقيناش جبناه من 76. وكنطلبوا من الله أن يوفقنا الله باش نوصلوا لهذا المبتغى. وكنشكروا الجميع وكنشكروا الدراري كاملين على المجهودات ديالهم، وكنشكروا السي وليد الركراكي، وكنشكروا السي فوزي القجع والأطر المغربية. وكنتمناو البطولة الوطنية ترجع للتوهج ديالها وتعطينا اللي باقي لينا افا سونتر اللي ماركي لينا البيوت. وراه المغرب تبارك الله راه كيزخ مجموعة ديال المواهب، وكنطلبوا من الله التوفيق. الحمد لله، يعني المقابلة ديال فرنسا يعني وهجت المغرب وتوجاته بأن الفيفا عطاتنا التنظيم ديال كأس العالم للأندية. إذا الحمد لله المغرب راه غادي في تطور، وكنطلبوا من الله أن يوليو عندنا ركراكيات ركراكة بهذا المفهوم هذا، يعني في جميع هذا الوزارات، يعني بحال وزارة الصحة، لأن غادي يكون عندنا هنا تنظيم ديال كأس العالم الأندية. إلا تعطى به شي لعاب يعني خاصو يتعالج، ماشي غنمشيو نصيفطوه لفرنسا. والتعليم، بالنسبة للتعليم يعني يكون عندنا تعليم، يكون شي وزير بحال السي الركراكي، ويكون عندنا ثاني وزير في الصحة بحال السي الركراكي. التوقعات ديالي إن شاء الله كنطلبوا حنا نتوخاو أننا ناخذوا المرتبة الثالثة، لأن باش توج لينا هذا المجهود هذا، حنا كنا طامحين في المرتبة الأولى. كرواتيا راه ما غنسهلوهاش، غيكون تكون مقابلة في المستوى وتكون ندية، ونطلبوا الله حنا التوفيق للفريق الوطني. النتيجة 3-1، 3-1 لفائدة المنتخب الوطني. من هذا المنبر تنشكروا جلالة الملك محمد السادس نصره الله الريادي الأول، وتنشكروا السي القجع، وتنشكروا السي الركراكي والمنتخب المغربي. بالنسبة لهذه النتيجة رحنا فخورين بها، لأن المنتخب المغربي ما كانش ناوي باش يوصل لهذا المستوى، والحمد لله حنا فخورين بهذه النتيجة. وتنتمناو إن شاء الله نكونوا في المرتبة الثالثة في الترتيب. الكرة هي هذه، مرة راك رابح مرة راك خاسر. وبالنسبة للخلال تنتمناو من الله باش يكون عندنا شي هداف ولا جوج اللي يكونوا عندنا. اما بالنسبه للدفاع راه عندنا اجمل دفاع في العالم. الهجوم اللي خصنا واحد جوج ديال اللعابه اللي يكونوا في المستوى، اللي يكونوا عالميين، اللي باش يسجلوا لنا الاهداف. اما حنا اللعب راه كيلعبوه الدراري تبارك الله صلاح بيه، وخاصنا ان شاء الله الكريم يعني ما نتقلقوش على هذه النتيجه. الا تقلقنا راه بحال ما درنا حتى شي حاجه. الحمد لله خصنا نزيدوا في العمل ديالنا. وتنشكروا السي الركراكي ما يتقلقش، لان الجمهور ديالو راه ديما تيبقى الجمهور ديالو، وتيبقى الجمهور ديال المنتخب. ان شاء الله كنتمناو باش يكون الغلب من صالح المنتخب، وغادي يكون ان شاء الله النتيجه غادا تكون 2-1. هذا الشيء اللي تمنينا دابا. نشكركم على هذا الالتفات هذه، وكنشكر المنتخب الوطني، وتحيه للاخ الركراكي. والحمد لله زينا الراس، زينا الفوق، وزينا الترابو ديال المغرب. والحمد لله حنا ما كناش ناويين هاد النتيجه هذه تكون لصالح المنتخب ديالنا. والحمد لله شرفنا وشرف العرب وشرف الافارقه وشرف كل شيء. وكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله ومسيره موفقه. وان شاء الله كنتمناو المركز الثالث مع كرواتيا. المغرب كيبقى ديما مغرب. المهم شرفنا وشرف البلاد ديالنا، ولعب زوين، والوليدات ما عندي ما نسالهم، الله يعطيهم الصحه وتبارك الله عليهم.
وكنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم يبقى هذا الازدهار وهذه الروح الرياضيه والروح القتاليه ديما في الوطن الركراكيلا وعلى عليه. المهم كنشكرهم بزاف وديما ابطال كيبقاو في عينينا، ديما ابطال كيلعبوا الكره وهزوا برايه البلاد، والحمد لله هذاك الشيء اللي كنا ناويينه لقينا فيهم. الدراري تقاتلوا لعبوا كره، وهذه هي كره القدم، فيها هزيمه وفيها ربح، والحمد لله حنا كيف ما كان المهم النتيجه قابلين عليها. كرواتيا خصم قوي، والحمد لله كنطلبوا الله ان شاء الله الرحمن الرحيم تكون شي نتيجه ايجابيه ونحتلوا المركز الثالث، نتيجه 2-1 لصالح المنتخب الوطني. نبغوا نشكروا اللعابه ديال المنتخب الوطني كافه، من الناس المسؤولين اللي جهزوا ذاك الفريق، لانه فريق كبير، وكما كيعرفوا المشاهدين وتعرفوا جميع الناس بان من 86 متاهلنا، فهذه نتيجه زوينه. تنتمنوا من الله سبحانه وتعالى على الماتش اللي نهار السبت وغدا ان شاء الله غنتكراسوا حنا التاتين بان عارفين الاسود وراه كافحوا بزاف في الماتش ديال فرنسا. تنقول اللعابه ما خليتونا ما نقولوا، فرحتونا بزاف. كان واحد الخلل في 5 دقائق الاخرى الاولى هي فاش تمارك علينا البيس، وراه حنا عجبنا بزاف وعجبنا الماتش لاننا قاتلنا فيه بزاف. تنوجه واحد التحيه خاصه للدراري كاملين. كرواتيا ان شاء الله الرحمن الرحيم انا كنحترمه بعد انه واحد الفريق عنده واحد المؤهلات بزاف، ولكن ان شاء الله غنربحوهم 2-0 ان شاء الله. الاسود ان شاء الله غيضربوا كرواتيا 2-0 من حي الرحمه من سلام. اليوم معاق فرجيه، وكنشجع السير الكراكي، وتنشجع اشرف حكيمي، وتنشجع كاع اللعابه، ونقول لهم ما تفقدوش الامل، ديما المغرب. عاش الملك، الله يحفظ سيدنا، الله يطول لنا في عمره، ويعيش الوطن ديالنا. مهما كان غنربحوا ان شاء الله، ويكون انتصار ان شاء الله. ما احنا المغاربه ما تفقدوش الامل، ديما احنا الله الوطن الملك. توقعات ديال المغرب وكرواتيا، نطلبوا الله ان شاء الله نكونوا في الحد ان شاء الله، ونتمنوا الخير لنا ولامه محمد وكلشي كيدعى، الكبير والصغير كلشي كيدعى، وبدموعنا الغاليه وكنشجعوا كلشي. الميمات ديالنا كلهم كاع امه محمد تشجع المغرب، وحنا ديما لا اله الا الله محمد رسول الله، ديما المغرب. عاش الملك. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش تفعيل الجرس والضغط على زر ابوني باش يوصلكم كل جديد.